السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونوره وفضله وقدرته وقوته. حديث النهاردة مختلف مع الروح، لأن أصل الحكاية حكاية روح. النهاردة ليلة جميلة، وناس كتير قوي قوي عندها أدعية وعندها أهداف وعندها أحلام بتتمنى تحققها. هديكوا النهاردة كنز من الله سبحانه وتعالى. الكنز ده كأنك ضعفتي قدرتك وقوتك 1,000,000%. النهاردة هنحط طلب من ربنا سبحانه وتعالى مع كل دعوة انت او انتي مجهزاها. النهاردة هنضاعف قدرتنا وقوتنا 1,000,000%. عايزاكم النهاردة تقعدوا قاعدة مع ربنا وتروحوا له، بس من باب تاني خالص اسمه باب المدد والعون. لو طلبت من ربنا سبحانه وتعالى مدد وعون، دي حاجة انت مش شايفها بس روحك شايفاها وروحك شايفاها. مع المدد ده ممكن تخلي يومك مش 24 ساعة، والله هيتضاعف أضعاف مضاعفة. عمرك ما هتشتكي من ضيق الوقت. مع المدد والعون من ربنا تربية أولادك هتكون بشكل تاني خالص، بمعية من ربنا. بالمدد والعون رزقك هيتضاعف، مش بذكائك ولا بسعيك ولا بمجهودك ولا بمشاريعك، لا، ده بالمدد والعون من ربنا. الرزاق خير الرازقين. مع المدد والعون هتعيشي بمعية يد الله فوق أيديهم. هتلاقي في طاقة وإحساس وملائكة وجنود أنت مش شايفها من ربنا بتتنزل عليك في كل لحظة، بس ده هيحصل مع التسليم. يعني هتروح لربنا النهاردة وتقول له يا رب أنا جاي لك، عندي أهداف كتير وعندي دعوات كتير وعندي طلبات كتير، وفي حاجات كمان ممكن تكوني أنت ما بتطلبيهاش بس أنت محتاجة المدد والعون فيها من ربنا. فروح الربنا وقول له يا رب نزل علي مدد وعون منك يا رب في كل وقت في حياتي وفي كل ذرة في حياتي. لأنه والله لو عشتي بالعون ده هتعيشي من فئة قليلة من اللي موجودين في الأرض، وهي فئة المتنعمين بمعية الله. وهتعيشي في تنزل كل لحظة ملائكة عليكي، وهتعيشي في معية ربنا. وما أدراكي ما معية ربنا. اطلبي من ربنا النهاردة العون، ويا بخت اللي يعيش بالآية يد الله فوق أيديها. ما في مستحيل سليم في جسم سليم وفكر حكيم بكل زمان. اوعى تفكر او تتعثر مهما تأثر قلبك.
قلبك قاوم مهما تأثر قلبك قاوم. بكل